من 90 وانا بقول يا احمد يحفي الزباله والوساخه لم اخذ والاكياس والبهايم الميته جاموس وبقر وكلاب وبسوس يعني من كله ما فيش حاجة زيادة جات عندي 28 من 90 28 سنة هل معقول تنفع معي 700؟ يقول ما فيش تثبيت من أساسك ما فيش تثبيت أنت ما جاينيش تثبيت كل ما يقولون هذا الشهر ده الشهر الجاي الشهر اللي وراه ما فيش حاجة جات ولا حاجة ضحك على ضحك علينا وخلاص بيضحكوا علينا مدينا في ذكرت قال مدينا في ذكرت ولا لا راحت ولا جات ضحك علينا ده هعمل ايه بيها الفيزا؟ انا بقبض 700 جنيه هل معقول تكفي 9 طفرات 10 طفرات؟ 7 بنات وولد وانا وامهم وكهرباء وميه كهرباء وميه وثالثا انا متأجر ايجار متأجر على ناحيتين ينفع الظلم في هذا الوقت احنا عاوزين لا في تثبيتات نزلنا ولا في اجور نازله زي الناس هل معقول تكفينا ال 700 جنيه دي لو فرقت على الواحد جنيه حتكفيه احنا 11 طنبه 10 في جنيه بس مش 700 هذه اولك واخرك ومظلومين وزباله وكل حاجه عليه.